في الاستديو. شكرا لك كوتش علي، دائما تمتعنا بالوجبات الرياضية والحصص الرياضية المهمة لكل شخص يوميا، وأيضا بالنصائح الأهم من ذلك اللي تحرص عليها من خلال عمل الرياضة وإجراءها في البيت أو في النادي تحديدا، لأن التكنيك مثل ما قلنا عثمان هو المهم للجسم، وأنا أعدل شيء وأخرب شيء ثاني وبالتالي أقعد مرة واحدة وما أسوي رياضة. فعلا فعلا، إحنا اليوم حتى نقول هو استثمار فعلا. أنت تحتاج أنك تستثمر في نفسك لقادم الأيام، حتى لو كنت كبير في العمر هذا مو معناته انه ما احتاج رياضه او خلاص الاستثمار مو موجود، بالعكس وقايه وعلاج وممكن يخفف عليك وايد مشاكل، فالحياه حلوه دائما مع الحركه. اكيد مع الحركه، وتاكل اكل حلو ونظيف ومرتب وسعرات الحراريه مقننه وانت مرتاح وسعيد، لا احرم نفسي ولا اروح على وجهي على الاكل، كل شيء بحدود، صح ولا لا عثمان؟ صح اكيد طبعا، الوجبه اليوم صحيه مع زملاء ورود ونواف، وتحيه طيبه للشيف عايشه، اليوم الاكل يعني صحي محافظين على الكالوري. يعني انت البحر الصبح زعلت البحر والحين زعلوا الناس اللي تاكل وتضرب. اليوم صحي اليوم لصباح الخير. لا اليوم الساعه صباح الوين. صباح الخير. حلو اليوم. خفيف وسعيد، ليش نبي 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 شيء يعني وجبه دسمه الحين شدي. هذا الوقت بلشنا مدارس يعني أيوة. من فتره فعشان شيء هذا نوع من الاشياء السريعه الصحيه اللي تقدر تنوع في اي يعني اي مكون من المكونات اللي مثل الفواكه، مكسرات تضيفها مفيده بالضبط. تسويها على اشكال يعني مختلفه صح. وبن حق الكبار حق الصغار، يعطيك العافيه اكيد شيف عايشه صباح ورد اكيد فعلا هلو. يعني هذا الشوفان هو يشبع وصحي وحلو حق الكبار والصغار صح. يعني ويعني حلو اصلا يوميا يكون موجود في الدايت انا ما اقصد رجيم، اقصد في النظام الغذائي انه حلو يكون الشوفان يوميا. بعد تقدرين تضيفينه مثلا حق كريوق او يعني كسناك يكون صح صح فعلا. وتضيفي له وايد اشياء بالضبط. اليوم تقريبا اللي راح نسويها نسويها يعني المكون الاساسي هو الشوفان طبعا راح يكون ثلاث اشياء راح نستخدمها، والاشياء الاضافيه هذه ممكن انك تغيرين فيها. عندنا تقريبا هني شيء رئيسي الرئيسي اللي عندنا الشوفان تقريبا ثلاث اكواب راح نستخدم الموز، الموز هو المكون يعني بس ثلاث مكونات عندنا الموز أيوة. تقريبا اربع حبات موز، وعندنا فانيليا والفواكه او الشوكليت شيب الفواكه المجففه يعني أي الفواكه الطازجه التمر اي نوع من اللي الانواع اللي تحبها، المكسرات ممكن تضيفها او ممكن تقدر تسويها يعني ساده بس المكونات اللي راح نستخدمها بس طيب. راح تكون عندنا الموز هنا تقريبا اربع اكواب. اول شيء نبلش في الموز أي. عندنا عفوا اربع حبات ما تفرق نفس يلا نستخدم تفضلي عندنا هنا هي لازم طبعا تكون شويه يعني لينة تكون ناضيه انا اللي وياي ما كانت هذا فلو ما كانت عندك ناضيه تقدرين شوي تذوبين الميكروويف تطلع معاك بهالشكل، هي مجرد ثلاث مكونات. طبعا هي يعني انت ورقبتك واللي تحبه، يعني هذا اللي انت اخترتيه اللي هو الموز والشوفان. الموز وفي وممكن الشخص يغير. تقدرين تحطين بينت بتر تستخدمين بينت بتر اي الحين وايد في انواع اللي هو الفول السودان اي تحطي مثلا روب وبيض صحيح عرفتي، بس هذه انه ما فيها بيض ما فيها يعني دايري، مجرد ما انه استخدمنا راح يعني نعتمد على سوائل الموز. زين هذه اقدر اسويها واقدر اكلها على كذا يوم، يعني مثلا تحط بالثلاجه مثلا وتحط وراح ندخلها الفرن راح راح ندخلها الفرن عشان تستوي وراح تطلع كان قطعه واحده يعني هو شكل نهائي جميل جدا كانه يعني سويت او شغله من الحلويات اللي نشوفها، لكن ما راح نوريكم شكل نهائي نشوفه احنا وجب نشوف الطريقه ايش كثر نخليها اصلا بالفرن وايش كثر الطريقه شلون انا شوي راح اسويها شوي الطريقه هذه افضل اي افضل لان الموز يبيله شوي يعني الشيء الوحيد اللي حطيناه شنو الموز، فراح نعتمد على سوائل الموز. شوفي مع الوقت بس تعطينا شويه وقت وانت تحركينه تهرسين الموز وضفنا شويه فانيليا بس شويه تقريبا قفشه واحده وما في حليب ما فيها ولا شيء ولا يعني
وايد صحية، ما فيها ما فيها شيء ولا بيض ولا حطينا شيء. نعم. عرفتي يعني الكب كيك لما تين تشوف تقولين يعني سوي كب كيك، يعني انا كاتبه تقريبا اسمها مافن، لان الكب كيك يكون فيها يكون فيها بيض فيها حليب. فهي شوفي مع مع سوائل الموز شوفي راح تطلع وياك تصير عجينه حلو. بعدها عاد تضيفين شنو تبين تحطين، مكسرات. السؤال المهم اذا بضيف يعني بس كفينيشينج كذي يعني كبر ولا عادي الواحد مثلا التمر يطحن التمر وكذي؟ التمر تقدرين تضيفينه يعني تقطعينه شوي. تبي تحطين، في ناس تحطه توبينج، في ناس لا تحطه من داخل من داخله. عرفتي يعني ممكن الواحد يخلط التمر معه صح؟ تخلطين مع اي هذا شنو قصته شفاشه؟ هذا الاشكال اللي ممكن انه تقدر يعني تحكم الحجم مثلا، الحجم او طبعا يعني تبيها صغار حق اليهال، تبيها كبار، تبي مثلا تشيل معك كذا يعني كذا حبه تكون تقريبا. مثل ما قالت ورود ان الشوفان يشبع يعني الانسان اللي يبي يحافظ فياكل عشان ياخذ له كم ساعه الشوفان يعني ما يحس بالجوع. وعن تجربه الامانه يعني حتى كسناك ترى مو شرط يكون يعني على البريكفاست بدايه اليوم، ممكن يكون سناك وايضا يشبعك كم ساعه. صح. وايضا فوائد كثيره ترى جدا مفيد. فاللي ما يبي يعني ما يبي يظلم نفسه وعنده الضمير شوي يعني يعني حريص جدا فخليك مع الشوفان. وحنشوف الشوفان بعد ما نشوف شوف عايشة. يعني خذ شويه وقت انه طبعا هو عادي يتكون شغله تكون اي راح نضيف له تقريبا نص كوب حلو شوكليت شيب، تقدر تحط له ما تبي كاكاو تحط له المكسرات مثلا، تحط له اي نوع من انواع الفاكهه. بعد في كاكاو صحي ترى انت تقدر انت تتفنن هذا الدارك. الشركات بدعت اي ما شاء الله الحين كل شيء يعني حتى الجمعيات تعاونيه ترى بدعت يعني حاط الركن كامل من يعني في مكان معين بالضبط الهيلثي وكذي صح او اللي بدون سكر. شركة المطاحن بدعت. اي والله. هذه شركة كويتية يعني فعلا. حكومية. صح. فهي بدعت ايضا في خدمة الناس اللي يعني عندهم نوع من اللي يعانون من مثلا الضغط او السكر مثلا جلوتين فري. جلوتين فري فعلا. ما شاء الله. طلعوا كل الاذواق. الحمد لله اول اللي فيه حساسية او شيء يعني صعب عليهم. عنده معاناة صح. يعني يحصلون المواد الغذائية اللي هم يحتاجونها. بالضبط. الحين عندنا هذا الاشكال بدا يتشكل سوينا هو بعد شوف يعني تعطيه شويه وقت زياده تخلطه راح تحصل على عجينه وخلص عصاره الموز يعني راح تطلع بس هذه كذي كافيه يعني. في سؤال مهم شيف عاش الحين اللي يتابعونا يبون يعرفون انت الحين بتخلصين تحطينه بالفرن ايش كثر مده الفرن وعلى كم الفرن تقريبا راح ندخل على الكب كيك هذا الصغير على هالحجم الصغير ندخله على تقريبا 160 تقريبا 15 دقيقه ما تاخذ اكثر راح يعني شو اقول لك 15 دقيقه كافيه خلاص وراح على 160 صح 160 راح تشوف بيوسف انه تتحمر من فوق بالضبط بس تقريبا بهالطريقه من بعدها نقدر نسوي الكبير حلو تبي مثلا تحط له فاكهه حلو حلو يعني حلو. هذا قبل لا ندخل الفرن تقدر تخلط ابو يوسف بعد وتقدر بعدين صح ولا ما يصير؟ بلى بلى صح تدري شلون دارك شوكليت تدري شلون ناطر انا ناطر هذا متى يدش في الموضوع تبي نحط عليه؟ اي انا ماني عارف متى يدش في الموضوع عادي عادي ها تبي يعني مجفف انا حاطينه هو اختياري بما انك انت تشوفه بسالك شيف عايشه ما تعتقدين الفاكهه بعد ما نطلعها من الفرن نحطها افضل؟ شكلها كذي انت شنو تبين؟ وين يصير يعني؟ تقدرين مثلا هذا خليني بس هذا هذه إن إيش أقول لك إنه خلاص استوت الفاكهة تحبينه أنتي هذا الفينيشينج زين والله أعرف يعني أسوي هذا الشكل النهائي اوكي خلينا نوخر هذا لا خلي ابو يوسف يشوفون قبل وبعد قبله وبعده قبل وبعد هذا طريقه هذا يعني قبل ما دخلناه بالفرن من بعده راح تطلع بهذا الشكل بالضبط اي يعني وشوف شلون ستوفت راح تكون ليش والتجربه خير برهان اي تفضل تسلمين شوف شلون تكون سوفت يعني ما مو انه تاكلينه تتكسر او شيء
فواكه تبين فريش الحين نحطه بالفريش وحطلك فريش عليه. لا انا اسال علشان يعني نعرف ان عادي الفاكهه تدخل داخل اي الفريش. في ناس تحب الفواكه تكون مطبوخه أي. اذا ما تحبين تسوينه مثل ما احنا سوينا حتى بدون الشوكليت شيب اي بعد ما تطلعينه تحطين الفاكهه اللي انت تبينها. ان شاء الله اليوم نسويها نفسها تصير كانها ابل باي. نحط فوق بدال الموز نحط التفاح. نحط التفاح ونحط دارسين. حلو بعد جميل ما شاء الله وعليكم بالعافيه. يعطيك العافيه. شوف عايشه يبي لك قهوه ابو يوسف. اي والله يبي لك قهوه يبي له يعني اكثر من واحده مو واحده. يبي لك قهوه لا تحاتي. وهذا شكل نهائي وهذا قبل النهائي هذا بعد النهائي. واحنا بنروح الى المؤشر عشان نعرف اخبار السوق وبدايه الاسبوع دائما مهمه للاسواق على ما كان في الاسبوع الماضي من اداء ومن اخبار ايضا حتى الاخبار السياسيه المتعلقه باداء السوق من تاثر او عدم تاثر او تفاعل معها. خلونا نصبح بالخير على زميلنا رائد المطيري. صبحك الله بالخير وفهد. صباح النور. حياك الله نواف. صباح الخير ورود وصباح الخير شيف عائشه. يا اهلا ومرحبا فيكم. فعلا السياسه دائما تسحب وتؤثر بشكل واضح على الأسواق العالمية وهذا ما حدث اللي راح نتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله بعد فاصل قصير. ترى معزوم يعني أنت أيضا كل يوم أنت معزوم. كل يوم أنت كل يوم معزوم. بنشوف إن شاء الله التفاصيل مع رائد عن البورصة وأداء البورصة وأخبار الصحف المحلية لكن بعد الفاصل.